عشر كان إن شاء الله وحنا قندنا أو على العوامل التربيعية أو عواملش التربيعي قاب كله استعماله وحن هوستا عشر كاسي معادلة من الدرجة الثانية أي هوستا مقدمة معادلة الدرجة الثانية عوامل التحليل بالمعادلة من الدرجة أهدافتين عشر كان وحنا قندنا إنه أرضي حلين كرو درجة ثانية أيو تحليل وقسمين كرو إكمال مربع وقسمين كرو إنه مسائش يومي حلين كرو هذا نكهر مرنوه تعريفك المعادلات التربيعية هي إحدى أنواع المعادلات الجبرية من الدرجة الثانية ونوع كم من المعادلات الجبرية وحنا اكتشافي إنه يقان بابليونيا سيد الله حل لها تأيلو عمل لها يسيد النقل لها حالة ديدا عدد من النظريات والتطبيقات قاب بضن يهاب بضن أو حال كيدا لو رادين لها يسيد الله رادين لها معاملات كيدا درجة الأبعاد ساس نوحي نقل إساء متغير واحد أو هل دور سو مكلي إن لغور هذه إن أرين قاسم واحد يكون نقطة شكلي قصو سعود وقرن واحد سين تربيع زائد باء سين زائد جيم تساوي صفر حيث سين هو متغير رئيسي وي في المعامل ألف وياي معامل المتغير سين واسلة تحليل المركة إلى العوامل قابك الله تحليل المركة عوامل شو سوى الله تحميلي عوامل واحد إلى هذا تروين بدن أما نمبرز بدن أما متغيرات بدن يسلا سعودا نمبرز يسلا سعودا سيدي معناها لو حل لها أما لو فرفر لها لبقى بنقطة قابنا مرك هراء إن اللي يراده أديك إسكحر أو فك جلي قوس جلي مرنا اللي يراده قوس ككسر قاب كاس النقطة تحليل العوامل واحد نقطة يساء العوامل المشتركة هي الأرقام وقوة وذاجان أرقامها يمكننا صورة جلا مضاعفات ولا لاب كود معا سجودهانا للحصول السلام كلنا على رقم آخر لمبر كله مثلا سيدا تصالحانو كل العامل المشترك خمسة سين صاد زائد عشرة صاد هو إن تصالحنا ده سوق هذا إن خمسة سين صاد زائد عشرة صاد وحليلي صوصار عامل المشترك لهذا العوامل عاملين لهذا العاملين لماذا عامل وحصوصار تاء العامل المشترك وحقيب سمي كرامة وحي وداي كران محي وداي كران هذا إنه فيرنا كو خمسة عشرة ويسو وداي كران ويسو قيب سمي كران سببتها خمسة عشرة وقيب ستاوى نمبريسك عادي قاع تنكالي وحي كلو وداي كران صاد يصاد نوي وداي كران ساد درت المركة وحو نقوني يا إن آنو سمينا دانو اثنين مركة خمسة وقيبنا إن عشرة وحي نقوني سا اثنين أوكي لبا وفضيني إن صاد نا آن صوق هذا نعندانو لبا دا صاد نوي وداي كران مركة كدب آن قوس سمينا سببتها لبا دي وداي كران بنان كان كجينو آن صوق صاد نعندانو سين زائد زائد هداي مركا خمسة وقيبيني خمسة مركا هداي مركا خمسة أنو قيبيني محوها إن عشرة محي نص هاري اثنين بار نص هاري بنان كان كيسني أوكي سادرت مركا وحي كينا يا أيها كل فني سحلا داي خمسة وحي كتيمة أصل كذا حال كاس أيه هاي سببتها اثنين صاد أيها واحد لغرفتي أنت قوسك جوده كجدو ومركا سوى حي نقطة اثنين في سين اثنين سين بينقون إسا صاد في صاد صاد في سين قاب كسي أقرب مسا عفوا وخمسة صاد انت اثنين سببتها ان خمسة سي اي وداغان بنانك اي بحيسا مدامة تن او قيب سمكرتو خمسة ملكتا لو قيبين وقوده قليسا سببتها ساسي نقون إسا خمسة صاد وكود عيسين وحي نقون إسا خمسة سين صاد بي نقون إسا خمسة عشر ملك الولوفتان وحي نقون إسا خمسة وحي نقون إسا عشرة صاد بي نقون إسا عندما نجد عامل الرقمين او اكثر مركا نوحي لنا مركا لو الرقم اما واحكا بدن نجد حالينا بعض العوامل المتشابهة تقار كم العوامل اسكويك في العوامل المشتركة سادرت مركو حالينا عاملها كاسي وكوة وداغانا مشتركة جد وحالو يرميتالك وحالو يجد عامل مشترك لهذه العوامل التربيعية التالية سو صار عامل مشترك اي وداي كران عوامشا تربيعيقا اي سو صعدة عوامشا تربيعيقا اي سو صعدة محي وداي كران عوامشا تربيعيقا اي سو صعدة وحي وداي كران اثنين سين يو ان سين وحي وداي كران اثنين سين اثنين سين درجة ثانية بوها وحوها سين تربيع زائد أربعة عشر بوها خطي أربع ميشة كتيرة ان سين مركة وحوكا جدر بانجلنينا جدر بانكا سارينا ان وحوها ان جدر بانكا سارينا سينكا وتربيع كذا سارنا سين كريه وصهرية كنا جذر اثنين مجاليو سأبطأ لكن وحوق يبسم كره اثنين بوق يبسم كره أوكي اثنين
اثنين منكم قيبنا وحين قنيسة سبعة نقنيسة سادرت مركا وحين قنيسة عامل كين وحين قنيا سين زائد سبعة وقوس أه وكود عاي سين زائد سبعة ساس أيون نقنيا عامل كيسين نقنيا عامل كالوضوح حلو يري محيك لي أربعة ألف باء ناقص اثنى عشر باء حاء محون نقنيا سين حسنا وحين نقنيا أربعة ألف باء أربعة ألف باء ناقص اثنى عشر باء حاء أوكي إن سو كلام محي كلام ولا يكران محي ولا يكران وحي ولا يكران وام محي ألف إن أنتوا حكوا شراء أربعة وحوق قيسم كرتا اثنى عشر إن أوكي أنت أنا باء وكجرت باء وكجرت ممكن محي ولا يكران أربعة أربعة مركا بنان كوسار أربعة باء بنان كوسار وحلينا هاي قوس ألف زائد ألف ناقص ألف ناقص أربعة ثلاثة عشر وقي أربعة وحوق قيسم اثنى عشر وثلاثة ثلاثة إنحاء ساس أيوها فرفرش تيدي عادي قها سيدو كلاسين أسنى سو سقوحوها مثال كسدحات ستة ثلاثة تكعيب ناقص ثلاثة سين تربيع صاد وإذا هدي عن ففرنا وحي نقنسا محي وداغان سين تربيع بي وداغان سين تربيع بنان كوسار محي كله وداغان ثلاثة أي وداغان أوكي محل نقول إن مركب محلنا هاي ثلاثة سين تربيع ووحي وذاين العامل المشترك وثلاثة سين تربيع إذا محل أنت قهرة هل سين بقهرة وحل هذا سين ومحل سعود سين كان اثنين بعلى سعود سببته اثنين سينوي سببته وستة أوكي كان محل قهرة وحبكم محل سين ثلاثة تربيع بنانكو بحي محل قهرة ناقص صاد بقهرة إذا مركب فضينا أو ففرني قابك أي نقطة التحليل التربيعي إلى عوامل فضين تمرك تحليل مركز الفرفرة تحليل الوصمة تربيع العوامل اثنين سين تربيع زائد ثلاثة سين ناقص عشرة تساوي صفر وحين قنيسة عملية عملية تحليل إلى عوامل وحين قنيسة عملية أما هبك فرفرشت وحين قنيسة تحويل المعادلات إن لو بدلو ذات ثلاثة حدود تاسو سد حل إلى معادلة مكتوبة معادلة أخرى على شكل حدين لبقى لا بشكل حدين أقرن إن لا قرأ كدبنا مضروبين مضروب ببعضهما البعض قاد من قبل كالغرفة وذلك استخدام طريقة التجربة أو الخطأ أو التخميل وحنا قلنا سمركا هبك تجربة إن لا استعماله أو لا يقانه طريقة التجربة فضينتها وذلك في حالتين الآتيتين عندما تكون ألف وحنا قلنا يسوء معادلة تربيعي لتحليل معادلة التربيعي سيادرت مركا العوامل التربيعية الخاصة مركا وحاجر مركا عوامل تربيعي وخاصة لاستعماله ومركز قاعدون أما قانوني ومحيط هاي تنكوها هدانو في سمينو أنفيرنو ألف تربيع زائد عوي ألف ألف تربيع ألف تربيع زائد اثنين ألف باء اثنين ألف باء زائد باء تربيع او اصل كده معناها مركي اللي فرفرو اما مركي التعاوميشاسي عوامل المشتركه مركي لا غديو او نوقنايو سيده سو سوتو مخي تahay و خولا من نوقنيان الا كل قادو او ليرادو الف زائد باء و خيل لم تahay لوو دفتي الف زائد باء واغرت ان يدو سيده كلا ناقص و اجدا علامه ام بي كو كل دوين يدو ناقص با اجدو او سيده كلا ان الف تربيع ناقص اثنين ألف باء ناقص باء تربيع أو سلسلة وكلا أيضا إن ألف ناقص باء أو لغد فتي ألف ناقص باء إن ساس أي نقول إيسا قانون كعامك وحكا لو جرى إن قانون أسنع عامة وكا لو جرى وحوياي ألف تربيع ناقص أو زائد باء تربيع ولم يدع مركزي إن ألف زائد باء ألف ولود في ألف ناقص باء وإذا نسيت السوق الآه إن مركز استخدام هذا القانون جواب هذا مركز هذا استعمال قانون أو استعمال العوامل التربيعية أو استعمال جواب هذا الحين قلنا جواب صح
مثال كان واحد يقول مركا واحد استعماشا فرق هذه العوامل العام المشترك عوامل واحد استعماشا عوامل مشترك واستعمال عوامل المشترك مركا استعمال المركا ومحيط هاي 36 2 سين تربيع سين تربيع زائد ناقص 9 اوكي ان عوامل التربيعي واستعمال بالويري هذه ان استعمالنا قاعده ومحيط قاعده ان كدغنو قاعده بانه قرنت قاعده هذا استعمالنا 36 تربيع جذر التربيع هذا نقولنه 36 محيط نقنيسه جوابته و6 سين هذا جذر التربيع قلناه محيط نقنيسه يساوي سين بو نقنين اوكي وحنا هيسنا 62 وحنا هيسنا 6 يو سين بو هيسنا سادرت مركا هذا ان كو بدلنا مركا محيط نقنيسه مركا وحنا لنهي 6 سين ناقص اوكي تسعان و ايدنا بدلنا جذر كان كسارنا ايدنا جذر بي كجدا او جذر بي غشا سببته ما حنا تسع مره جذر غسار ايدنا و ما حي و 3 وحلنا 6 س ناقص 3 وقيب قيبته قالنا حلنا هي 6 س زائد 3 اذا عامل العدد كيني مشترك اها ونصهل و ما حي وانو وداغان او جدا سببته 3 و اي وداغان 6 iyo 6 waa ay wadaagaan saadarta marka wax si fudayn kartaa wax si tahliilin kartaa in habka aanu qor lahayn marka mucaadalada cala suur qiyaasi marka aanu qoreyno waxa leenaa ijaadu xasil in 10 kaasi inta soo noqonaya in 10 qayb kale ayuu watay oo ah in qaybta loo yaqaano in bi tahliil caadiga in mucaadaladii caadiga aanu ku tahliilno oo sin tarbiici zaid ba sin zaid jim tisaawi marka si aan u helno in sin tarbiic zaid oo aan u tahliilino aan u fudeyno waxaan rabnaa inaan sameeyno waxa loo yiri qaacidada ah alif sin tarbiic zaid ba sin zaid jim tisaawi sifir qaacidada aan u tatbiiqino waxa loo yiri kow marka rabnaa inaan helno in al hadd al wasti waa loo yaqaan hadka wasiga marka rabnaa inaan helno qiimihiisa waxaan ku heli karnaa ijaadu haasil darb in alif fi jim إنا ألف يجيم سكون فنا ألف معنا وام حي وألف يجيم إنا سكون فنا ومر كاسي أول من نقول يو إن حاصل ككسر بح سكون فشاد ذو حلا إكان دونا باب ولا إكان دونا واحد يري إيجاد حاصل ضرب ألف جيم ثم إيجاد عددين حاصل جمعهما يساوي ب ألف جيم مركان سكون فنا ألف جيم مركان سكون فنا وحال صبيح دونا إن ب مركان سكون درنا وحال صبيح دونا ب مركان سكون فنا وحال صبيح دونا إن جيم بصابح ما حصابح دونه بابا صابحية أوكي كتابة عددين مكان باء على شكل مجموعة عددين مضروبين في سين تحليل أول حدين لو هذا حد مركور التحليل يفرفر بإخراج عامل مشترك بينهما ثم تحليل إخراج حدين صوصر بالويري نأخذ القوسين المتبقي هذا مثال كسوق تصالحان مثال كان تصالح حقوق رياي سين تربيع زائد 9 سين زائد 20 تساوي صفر وحن رمنا أنو باهناي جيم وحو أصل كيمد ألف إي جيم لسكول فتي أصل كمرك ما دام ألف إي جيم وكيمد وحن رمنا لبا لنبر وكيمد جيم ومرك لسكول فتو جيم لايك مرك لسكول درنا لايك باع لايك ومحونو قونا يا مرك محانو كيني كر 20 وحينو كيني كر 2 في 2 في 2 في 10 وينو كيني كرتا 1 في 20 بينو كيني كرا waxa kale inoo keenin kara 4 fi 5 oo inoo keenin karta okay waxaanu sameeyneena marka fiirneyna in laba lambar aan isku darnay oo la eekaan kara 9 la eekaan kara maxay inoo noqonay 4 + 5 tisaawi 9 marka isku dhufanana 4 fi 5 waa 20 marka isku dhufanana waxa la eekaanaysa jim marka isku darnana waxa la eekaanaysa baabay la eekaanaysa saadartay marka waxaan leenahay in sinka jibaarna asirkiisa xadsna xagee ka yimid wuxuu ka yimid oo furfurna wuxuu ka yimid sin fi sin buu ka yimid labada sin baan qaadanay laba qosiyo baan furnayna waxa leenahay sin qowska kalena waxa leenahay sin baan leenahay okay zaid baan leenahay calaamada ay watay kan ayaanu fiirineyna haduu muujib ahaana muujib baan qorayna haduu saalib ahaana saalib baan qorayna saa darteed marka zaid 4 iyo 5 5 inta geli sin zaid 5 tisaawi 0 baa la mid tahay kanna waxa leenahay zaid 4 waxa la mid tahay waxa la mid tahay 0 baa la mid tahay saadartay mucaadaladii caadiga ahayd ayay ku noqotay oo wax sameeyaysa khamsada banaanka u siixi ka jar sin wuxuu la mid noqonayaa sin isaa wuxuu la mid yahay naaqis 5 ayuu la mid yahay
كان سيدو كلو حولان من نقنيا سين يساوي حولان من نقنيا ناقص أربعة أيو لام من نقنيا sidoo kale een mithalka labaad insha Allah idinka ayaa ku filan oo ka shaqeyn doona Ilaahay idinkiisa waxaan u sii gudbi doonaa insha Allah tamriinkii ayaa ino taagan een waxa loo yeeyay tamriinka xalil mu'adalat tarbiiciyat al-atiyati een xalli oo furfur mu'adalat tarbiiciga soo socda ee tan kalena waxa loo yeeyay su'aasha kalena qaabka ugu shaqeeyay billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi